السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية لهذا الأسبوع من مساق النباتات الطبية. كنا في المحاضرة السابقة تحدثنا بشكل واضح عن البرايمري ميتابولايتس، وتحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن البوليسكرايتس وخصوصا الفايبرز. تكلمنا عن أنواع الفايبرز، السولوبل فايبرز والأنسولوبل فايبرز، تحدثنا عن أهمية كل نوع منهم بالتفصيل بالنسبة لجسم الإنسان. اليوم حنتكلم عن أول نوع من هذه الفايبرز اللي هو الجامس، الصمغ. الصمغ هو بوليسكرايتس، اتفقنا؟ هو فايبر، هو عبارة عن سولوبل فايبر كمان. إنه الصمغ موجود عادة في النباتات اللي هي بتكون تنمو في المناطق الجافة سيمي أريد كونديشنز، واللي البار تاعها اللحاء تاعها بينتج هذا اللي هو الجامس كردة فعل على وجود وونز، جروح في هذا اللحاء، فعشان يعمل إله هيلينج النبات بيروح بينتج مين؟ بينتج المادة الصمغية أو الصمغ. الصمغ عبارة عن هارت إيموفوريوس ماس، مادة غير متبلورة، وبتنتج زي ما قلنا في التريز وفي الشرابس. ولو جينا نتكلم عن تركيبه الكيميائي، هو عبارة عن بوليسكرايدز أحيانا بيكون مرتبط بالبروتين. يعني gums are polysaccharides occur in association with proteins، بتكون من branching chain، يعني سلسلة معقدة أو متفرعة. هذه السلسلة طبعا بتشمل في ثناياها sugar monosaccharides أو الأملاح تاعته، واليورونيك أسيد ديريفيتيفز زي اليورونيك أسيد. اليورونيك أسيدز are oxidation products of sugar. إذن من إيش بتكون الجامس؟ الجامس هو عبارة عن بوليسكرايز مرتبط مع بروتين، والبوليسكرايز عبارة عن سلسلة متفرعة من مين؟ من المونوسكرايز زي الجلوكوز يعني، أو الأحد أملاحه يعني اللي هو يورونيك أسيد على سبيل المثال. خصائص الجامس ممكن تكون أسيديك أو بيسيك، أو حتى تكون متعادلة. هو عبارة عن هيتيروجينيوس كومباوند، مكون من فيريوس مونوسكرايدز ريزيديوز عند يورونيك أسيدز. الجامس زي ما احنا عارفين هو عبارة عن فايبرز سولوبل ان ووتر، وبالتالي بيكون مادة لزجة ستيكي اور تاكي في النسيج تاعها. وأمثل عليها اللي هو الصمغ العربي جام أرابيك فروم أكاشيا سبيشيز، من أحد نباتات العائلة البقولية اللي هي الأكاسيا. الأكاشيا جامس اللي هو اللي بياخدوه من نبات الأكاسيا، وهذا موجود في السودان وفي المناطق المدارية بشكل عام، هو عبارة عن سولوبل ان ووتر، ولما بنذوبه في المية بينتج محلول low viscosity in relation to other types of polysaccharides gums، بيكون له لزوجة أقل مقارنة بالأذر polysaccharides gums. الجامس عربيكس طبعا بيعطي اللي هو emulsifying effect اللي هو مستحلب أو مستحلب ذو تأثير على الـ على الاويل ووتر سيستم، بيأثر على الاويل ووتر سيستم، وعشان هيك بيستخدموه في انتاج الفود برودكتس. ولما يكون موجود في الدايت بنسبه اقل من 10% هذا الجام يمكن انه يصير عمليه دايجستشن او ابسوربشن توتال. لهذا صحيح قلنا انه بشكل عام الفايبرز كانت بي دايجستد او ابسورب، ولكن طبعا بيختلف حسب الكميه. لكن لو كانت الدايت او الوجبه تاعتنا فيها 10% او اقل من 10% من الجام، فهذا ممكن يصير عمليه دايجستشن وابسوربشن وبدون اي نوع من التوكسيسيتي او السميه، وممكن يستخدموه في اللي هو التغذيه الورديه الوريديه الانترفينوسلي ان هيومنز في للانسان بشكل اساسي. في النوع الثاني من الجامس واللي احنا بنسميه البكتينز، والبكتينز عباره عن كومبلكس جلكترونيك اسيد بيز كربوهيدرات، موجود في البلانت سيل وول للفروت بشكل عام زي التفاح على سبيل المثال السيترياس. وهذا زي ما نقول انه اثناء عملية نضوج الثمار بيكون انسولوبل، ولكن بعدين في عملية النضوج بتحول لسولوبل بكتين، وهذا بيكون مادة جيلاتينية لما يذوب في الماء زي ما قلنا، وهذا بيخليه يستخدم as sitting agent لصناعة الجامس اللي هو المربى. والبكتين زي ما انتم عارفين له خصائص مشابهة للجامس، بيعمل adsorption للتوكسين بيساعد على الجسم، بيساعد الجسم على التخلص من السموم، بيساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول، وكمان يعتبر لاكساتيف ايجنت، بيساعد للناس اللي عندهم مشاكل في اللي هو الكونستيبيشن.
البكتين إذا موجود وين بشكل أساسي يا جماعة؟ موجود في السيل وول تاع البلانت، عشان هيك موجود في الفروت بشكل أساسي، في الأبل، في السترياس، في الأورانج، في الليمون، كله هذه بيكون الغلاف تاعها مكون، أو غلاف الثمرة مكون بشكل أساسي من البكتين. الميوسلاج مشابه للبكتين وعبارة عن لونج تشين بوليسكرايدز اللي ذات كومبايند وذ ووتر بتكون سليمي أو سيمي سولت غرو، مادة شبه صلبة أو بنسميها غروية. وبيختلف عن البكتين أنه أوكي سولبل إن ووتر، بس بيختلف عن البكتينز أنه مش مرتبطة بجزء معين من البلانت. It can be found everywhere in the plant، بس البكتين it is only found in the plant cell wall. وهذا الفرق الجوهري ما بين البكتينز والميوسليج، أنه الميوسليج they are not confined to specific plant parts، بينما البكتينز it is present or occur it is occurring in the plant cell wall. وهذا الفرق الجوهري بين الاثنين. في عندي احد الجامس احد الفايبرز المشهوره اللي هو الفركتانز. فركتانز هو عباره عن بوليمر من الفركتوز. بعض النباتات بتستخدمه عشان تخزن الفود ستورج بدل الستارش، بسبب انه اول حاجه الفركتانز له لو مولكولار ويت than starch، وفي نفس الوقت water soluble، بمعناته it is fiber، it is يعني soluble fiber. البرانشد فركتان في منه نوعين الفركتانز، في منه البرانشد اللي هو المتفرع، وهذا عادة بيكون موجود في الجراس في الأعشاب أو في نباتات العائلة العشبية أو الإنجيلية الباويسي، وفي النوع والعائلة الليليكي أو الليليسي. بينما النوع الثاني اللي هو linear fructans زي الأنولين، وهذا عادة بيكون موجود في نباتات العائلة المركبة اللي هي الأستريسي. الفركتانز بيتكون بشكل أساسي من فركتوز لينكيج من الفركتوز، وفي بعض الأحيان بيكون معهم موجود جلوكوز في التشين. في حالة متخصصة من الفركتانز بنسميها الأنولين. هذا الأنولين عبارة عن فركتانز بس مكون من 35 فركتوز ريزيديوز، وطبعا مع وجود اللي هو التيرمينال جلوكوز بتكون موجودة. الأنولين مهم جدا انه بيعمل استيبلايزز للبلاد شوغر ان هايبوغلايكيميا، وبيشتغل از دايوريتيك از ويل، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا الأنولين. في عنا مركبات الحالة الوسطة. ايش الحالة الوسطة؟ اللي هي الجلايكوسايتس. الجلايكوسايتس يعني هذه مركبات بتتكون من قطبين. القطب الاول بيكون عبارة عن شجر بورشن، يعني جاي من مين؟ من بوليسوكرايد. والقطب الثاني عبارة عن نان شجر بورشن، يعني سكندري ميتابولايتس. يعني ممكن هذا الكومباوند اللي اسمه جلايكوسايتس، هذا الكومباوند اللي اسمه جلايكوسايتس يا جماعة، هذا عبارة عن كومباوند مكون من قطبين، القطب الأول شجر والقطب الثاني أو البول الثاني secondary metabolites. إذن what are glycosides؟ لو قال لك what are glycosides بتقول له glycosides are group of compounds، عبارة عن نوع من المركبات تتكون من sugar portion، من قطب فيه سكر ونسميه meiotic، أو مرتبط هذا الجزء مع مين؟ برابطة glycosidic linkage بحاجة اسمها non-sugar portion. تمام؟ إذن هو عبارة عن مركب الجزء الأول منه sugar والجزء الثاني non-sugar. chemically they are hydroxyl of sugar، عبارة عن هيدروكسيدات الشجر that are capable إنها تكون إيثر مع الكحولات أو إستر مع الأسيدز. ركز معايا، هي عبارة عن إيش؟ عن hydroxyls of a sugar، هيدروكسيل شجر إلها قدرة أن تكون إيثرس، مركبات نسميها إيثرس مع الكحول لو اتحدت، ولو اتحدت مع الإيستر مع الأحماض، يعني مع الكحول اللي هي القلويات اللي فيها OH حتكون إيثرس، ومع الأحماض حتكون إيسترس. الجلايكوسايتس بيصير لها بريك داون في عملية اسمها الهيدروليسز، وبواسطة أنزيمات معينة أو أحماض، وفي هاي الحالة بتنقسم إلى القطبين هي مكونات منهم. القطب الأول شجر ميوتي وهو بنسميه جلايكون من يوم طالع،
والنان شوغر اللي بنسميه أجلايكون. طب مين هو اللي بيعطي الخصائص الكيميائية كمادة فعالة للأجلايكوسايدز؟ هل هو الشوغر بورشن ولا النان شوغر بورشن؟ قال لك النان شوغر بورشن واللي غالبا حيكون ويستس أوف سكندري ميتابولايتس مش محتاجة النبات وارتبطت مع الشوغر الموجود وكونت الأجلايكوسايدز هي اللي حتكون اللي هو النان شوغر بورشن أو اللي بنسميه أجلايكون أو اللي هو بيكون اكتيف بورشن. اذا الاكتيف بورشن واللي بيعطي الخصائص الكيميائيه والعلاجيه والسميه للجلايكوسايتس از اجلايكون اللي هو الاكتيف بورشن. وبناء على ذلك احنا حنقسم الجلايكوسايتس بيزد اون وات از ذا جلايكون اور ذا اكتيف بورشن اور ذا نان شوجر بورشن. قال لك بناء على ذلك احنا في عندنا حاجه اسمها سيانوجينيك جلايكوسايتس. ايش يعني سيانوجينيك جلايكوسايتس؟ يعني it is cyanogenic glycosides انه بتحتوي على الاليمنت نيتروجين موجود في الهيدروسينيك اسيد واللي بنسميه من يوم طالع بريوسيك اسيد وهو عبارة عن one of the most toxic of all plant compounds. A number of amino acids are known انها بتكون هذا الجلايكوسايدز زي الامجدالين واللي هو عبارة عن a bitter crystalline compound from the bitter element. يعني تعالوا نبسط الامور مع بعض البعض. السيانوجينيك جلايكوسايدز، اذا احنا اتفقنا اتفاق واضح بانه النون اكتيف بورشن او النون او الشوجر بورشن هو جلايكان هو عباره عن شوجر، خلصنا منه. اذا اللي بيحدد الخصائص الكيميائيه مين؟ الجزء الثاني اللي هو الاكتيف بورشن او الاجلايكان، واللي هو هذا بيحتوي على مين؟ قلنا على النيتروجين، هو اللي بيعطي الخصائص اللي هي ايش؟ الخصائص العلاجية والسمية. عشان هيك بنسميه سيانوجينيك جلايكوسايتس لانه في رابطة بين السي والان رابطة ثلاثية. هذا بانزيم معين اسمه الجلايكوسيديز بصير عملية احلال للنيتروجين اللي بيطلع النيتروجين وبعد ما يطلع بيجي بدنه مين؟ بيجي بدنه مجموعة OH فبتكون مركب اسمه سيانوهيدرين. هذا السيانوهيدرين بصير له عملية تفاعل تلقائي spontaneous reaction بصير فيه انه ال H بتطلع مع ال HC مع الان بتطلع اللي هي الهيدروجين صانيت بيطلعوا الكيتون بيطلع الكيتون هو اللي بسبب الرائحة العطرية والهيدروجين صانيد هو المسؤول عن السمية. ومثال على ذلك اللي هو الأمجدالين الموجود في البيتر ألمون وهذا سبب سمية ومرارة اللي هو اللوز المر وبذور التفاح وبذور المشمش كل هذا موجود فيها اللي هو الأمجدالين أو اللي احنا نسميه اللي هو سيانوجينيك جلايكوسايتس. عشان هيك بذور التفاح بكميات كبيرة تعتبر توكسيك لوجود هذا المركب السيانوجينيك جلايكوسايتس اللي بيصيله هيدروليسيس وبتكون في النهاية وبيكون اللي هو الهيدروجين سيانيد وهو مركب سام. وهذا طبعا في نفس الوقت اللي هي نباتات العائلة المشمش على سبيل المثال واللوز المر وزمان كانوا يقولوا انه هو هذا عبارة عن البي سي 17 ولكن طبعا هذه الدراسة لم تؤكد بعد. عشان هيك بذور اللوز المر تعتبر سامة نظرا لوجود السيانوجينيك جلايكوسايد او الامجدالين فيها اللي هو نتيجة انه بيصير له تحلل بواسطة جلايكوسيديز وبتحاول بتكون لسيانوهيدرين وبتفاعل اخر بكون الكيتون والهيدروجين سيانيد. هيدروجين سيانيد اللي هو سبب مين؟ التوكسيسيتي او السمية. ها طبعا مطلوب فهمها بشكل واضح. في عنا احد انواع اللي هو الجلايكوسايدز حاجة اسمها الانثروكوينونز والانثروكوينونز هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن يلو برون بيجمنتس عبارة عن صبغة صفراء بنية موجودة بشكل أساسي as all glycosides أو C glycoside. They're aglycones. الأجلايكون المهم عندنا اللي هو active portion بتكون من two or more phenols linked by a quinone ring as in alloys. يعني باختصار إنه هذا الأنثروكوينونز إنه الأكتيف بورشن عادة بيكون مكون من أكثر من فينولز مرتبطة بكوينون وهذا اللي بيسبب له اللي هو اليلو برون بيجمنتس وهذه موجودة في نبات الألوفيرا بشكل أساسي أو نبات الصبار بشكل أساسي.
في عندنا نوع من الجلايكوسايتس مهم جدا اسمه جلايكوس انوليس او ماسترد اويل جلايكوسايتس، وهذه الاكتف بورشن تاعتها بتكون عاده اللي هي مواد كبريتيه، وهذه اللي بتميز العائله الصليبيه واللي بتسبب الرائحه الكبريتيه. ما يعني قادم علينا فصل الشتاء ان شاء الله، واكيد كلكم حتجيبوا ملفوف او بنسميه الكروم كابيج وتعملوا ملفوفه. وطبعا لو كنت ساكن في الدور السابع يوم ما تعمل ملفوف، ثق تماما انه اللي ساكن في الدور الاول او الثاني حيشم رائحه الملفوف ويعرف منكم انه طبخت اليوم ملفوف، والسبب انه الرائحه حتطلع بشكل كبير، وهذه الرائحه هي اللي بنسميها ماسترد اويل جلايكوسايتس اللي هي مواد كبريتيه او زيت الخردل الموجود فيها الناتج عن وجود اللي هي الجلايكوسايتس الجلايكوس انوليتس نتيجه وجود السلفر في الاكتف بورشن تاع الجلايكوسايتس. وطبعا هذا ما تستهزئوش منه هذه الرائحه وتقول والله اليوم انتم عاملين ملفوف، انه هذه الرائحه او الماسترد اويل جلايكوسايتس هذا يعتبر انتي كانسر، وحتى كمان بعد ما يسوي له عمليه كوكينج او طبيخ بحافظ على خصائصه از انتي كانسر، والعلم اثبت بانه هو من النباتات المهمه جدا لتقويه جهاز المناعة. إذن these are pungent tasting compound، هذا عبارة عن رائحة نفاثة أو حادة لنائحة الملفوف أو القرنبيط، found mainly in brassicaceae موجودة في نباتات العائلة الصليبية، وخاصة اللي هي بسموها جلايكوبراسيكيان، منتشرة بشكل كبير في الأديبل براسيكا زي الكابيج، وتنتج مواد بنسميها اندولز، والاندولز هذه مسؤولة عن الكانسر بروتكتنج بروبرتيز للبراسيكيس هو النباتات الملفوف. هذا بتسمى الملفوف الكروم بالقرنبيط الجرجير روكا برضو فيها نفس هذه المواد الكبريتية. إذا المواد اللي فيها الجلايكوس أنوليتس أشهرها أو المصدر أويل جلايكوسايتس وكلها نفس الطعم. لا حاولت تجرب تاكل ملفوف سواء أحمر أو أبيض قرنبيط قبل الطبيخ أو قبل الكوكينج أو جرجير روكا او خردل نبات الخردل حتلاقي كلها نفس الطعم، الطعم تاعها ماسترد اويل جلايكوسايتس. هذه مواد تحتفظ بخصائصها العلاجيه حتى بعد الكوكينج، وكمان البروكلي نفس الشيء ايضا، وموجوده في الكابيج في الملفوف في البروكلي في الماسترد بشكل اساسي. هذه الجلايكوس انوليتس او الماسترد اويل جلايكوسايتس مهمه جدا يا جماعه. كل ملفوف في فصل الشتاء يا شباب وصبايا، وخصوصا الصبايا ما تخافوش ما بنصحش، لانه الجلايكوس انوليتس ما بتعملش عمليه بتنصحش ابدا، بل بالعكس بتساعد على تحسين جهاز المناعه، تساعد على تحسين عمليه الهضم، وتعتبر مواد مضاده للسرطان او تعتبر كانسر او انتي كانسر، تعمل عمليه انتي كانسر بروتكتنج بروبرتيز بشكل كبير مهم جدا. في عندنا من الجلايكوسايتس المهمه حاجه بنسميها ايرودويد جلايكوسايتس، وهذا حناخد انه هذه موجوده بشكل اساسي في نباتات زي نباتات القهوة عائلة الروبيسي زي نبات الكافي، أو في اللاميسي زي المنت النعناع أو البيسل الريحان أو السيج المرمية، وهذا عادة الأكتف بورشن تاعها بيكون ميثايل جروب. هذا اللي حنعرف عن الأيرودويد جلايكوسايتس باختصار. بهيك احنا بنكون خلصنا أول مجموعة من مجموعات البرايمري ميتابولايتس، وهي مجموعة كبيرة ومهمة جدا، و حناخد المجموعة الثانية اللي هي البروتينز، وطبعا تعتبر مجموعة هامة جدا لأن البروتين بيكون البيوماس المتبقية في الخلية النباتية. البروتين بيتكون من روابط أو أمينو أسيد مرتبط مع بعض البعض ببولي بيبتايدز اللي هي رابطة بيبتيدية. البلانتس بتعمل أمينو أسيدز من خلال الفوتوسينثيسيس زي ما قلنا، لأن الفوتوسينثيسيس بينتج منها جلوكوز، بس الجلوكوز في الأخير بيصير ستارش، وبيصير في عمليات بايوسينثيتك بيصير كمان بروتينز وبيصير كمان ليبيدز أيضا، وكمان بيصير سكندري ميتابولايتس أيضا. زي ما قلنا إنه المونيمر تاع الكربوهيدرات هو عبارة عن جلوكوز، والبوليمر بيكون سيلولوز وهم سيلولوز وستارش وأميلوز وأميلوبكتين. عندنا البروتينز أيضا يتميز بإنه المونيمر هو أمينو أسيد، والبوليمر عبارة عن بروتين مرتبط مع بعض برابطة بيبتيدية بولي بيبتايدز. وزي ما قلنا في الكربوهيدرات أو في البوليسوكرايز في عندي اللي هو الستركتشرال بوليسوكرايز اللي هو عبارة عن سيلولوز، وعندي كمان
الستورج بوليسكرايدز اللي هو الاميلوز والاميلوبكتين. في عنده ايضا ستراكشرال بروتينز، وهذا بيكون من اثنين. بدام ستراكشرال معناته وين حيكون موجود؟ حيكون موجود في جدار الخليه، وهذا بيشكل حوالي من 2-10% of the cell wall in plants. اما السيل ممبرين بيشمل حوالي 50% من البروتين. لاحظ انه البروتين مركز في السيل ممبرين اكثر، بينما البوليسكرايد مركز في السيل وول اكثر. هذه نقطه مهمه جدا. اما الستورج بروتينز عاده موجود في السيدز في البذور، ويعتبر مصدر غذائي مهم جدا حتى للنبات نفسه عشان عمليه اللي هو الجروث. في عند الستورج بروتين طبعا في السيدز له تصنيفات معينه، اعتقد انكم درستوها في مساق معين من المساقات، لا اعلم اي مساق بالضبط، ربما الفانكشنال فودز. اعتقد انه الكورن على سبيل المثال اللي هو الذره او المايز بتنتج اللي هو ستورج بروتين بنسميه زيين، بينما الويت القمح بينتج اللي هو ستورج بروتين بنسميه جلايدين. وهذا البروتين طبعا عشان يصير عمليه هضم محتاج الجسم يفرز انزيم البروتيز، بالعكس للسكر او البوليسكر او الستارش او الاميلوز الجسم بيفرز اللي هو انزيم اميليز. الانزيمات طبعا زي ما انتم عارفين هي عباره عن بروتينات، والبروتينات هذه الانزيمات تعتبر بروتينات زي ما احنا عارفين بالضبط. انزيم بتعمل عمليه كاتالايز بايوكيميكال رياكشن. موست بروتينز ان ليفينج سيلز ار انزيمز از يو نو وين. اخر مجموعه من البرايمر ميتابولايتس واللي حننهي بها ان شاء الله هذه المحاضره اللي هي بنسميها الليبيدز او الدهون. الليبيدز ما فيش فيها بوليمرز زي المجموعات الثانية. Lipids are not defined by specific or repeating monomeric unit زي مين؟ زي البوليسكرايد والبروتينز. بس إلها خصائص معينة، إنها ribbling propers أو water ribbling propers، إنها بتمتزج بالماء منفرة أو بتتنافر مع الماء، وإنها بتحتوي في تركيبة الكيميائي على non-polar hydrocarbon. إيش يعني non-polar hydrocarbon؟ نامبولا هيدروكربون يعني مش بولر زي الوتر، بالتالي بتذبش او في الماء وبتعمل ريبيلينج بابارتس مع الماء، وهي اللي بتشكل الاويل والفاتس بشكل اساسي. الاويل ار فاتس، الاويل عباره عن ايش؟ فاتس ار ليكويد ات روم تمبريتشر، والاويل موجود في كل اجزاء النبات وخاصه في السيد، وطبعا في منه الاوميجا 3 فاتي اسيد، هذا عباره عن اويل، وان كل مكسرات كثير ما بتحتوي على اوميجا 3 فاتي اسيد. Some seeds have so much oil that it can be commercially harvested. وزي ما انتم عارفين انه الزيت الموجود في البذور اسمه الفيكسد اويل، وهذا فيكسد اويل ليش سميناه فيكسد اويل؟ سميناه فيكسد اويل. وفي عندي حاجه اسمها فولوتايل اويل، صراحه في عندي حاجه كمان اسمها ايش؟ فولوتايل اويل، تمام. ففي عندي volatile oil وفيكسد اويل. الفيكسد اويل صراحة جاي من مين؟ من السيدز، ويعتبر برايمر ميتابولايتس، وهو cannot be evaporated at room temperature. يعني لو جبت انت بقعة من كمية من زيت الزيتون سبتها على الطاولة، وكمية من زيت المنت النعنع وسبتها على الطاولة، الزيت الزيتون مش حيطاير، حيظل فيه له اثار، عشان هيك احنا بنسميه not evaporated at room temperature. بينما زيت النعناع عشان فولوتايل او متطاير فحيصير له ايش؟ ايفابوريشن ات روم تمبريتشر. الفرق الثاني انه البرايمري انه الفيكسد اويل، الفيكسد اويل هو عباره عن ايش؟ عباره عن برايمري ميتابولايتس ليبيدز زي ما انتم شايفين، بينما السكان الفولوتايل اويل هو عباره عن سكندري ميتابولايتس زي ما حنعرف فيما بعد. بليز رايت وات از ذا ديفرنس بتوين، وات از ذا ديفرنس بتوين fixed oil and volatile oils in terms of واحد انه which of them is primary and which of them is secondary. اثنين which of them is extracted from seed and which of them can be extracted from leaves and flowers. ثلاثة which of them is evaporated at room temperature and which of them is not evaporated at room temperature. أربعة mention one example for each of them. This question just for you. Don't submit. ما تعملش submission أو ما ترسليش الإجابات. هذه الإجابات أو الأسئلة اللي حنطرحها في المحاضرات مبدئيا بالنسبة لكم طلاب التغذية هي عبارة عن بنك معلومات إنكم تراجعوا المادة وتستفيدوا منها، وقد تكون بالنسبة لأيضا بنك معلومات لأي امتحان أو كويز معين.
انتو طبعا بخلاف باقي التخصصات هنبدأ معكم مباشرة الكويز بدون أي نوع من الهومورك، ولكن متى مش عارفين بالضبط، ممكن بعد أسبوع أسبوعين، ولكن حيكون في إعلان مسبق بالتأكيد. وأنا يعني بنصح أنكم تدرسوا أو تهتموا به من الآن، واللي حيشمل في ثانية شابتر 1 كامل وشابتر 2 كامل وشابتر 3 also كامل، بمعناته نعرف أنه بعد نهاية شابتر 3 حيكون في الكويز مهم للغاية. طبعا احنا بنتكلم قاعدين عن الليبيدز والاويلز، وقلنا الفيكسد اويلز زي القطن، الكوتون او السمسم او السان فلاور او السان فلاور او الاوليف اويل او الكوكونات، هذه كلها امثله على اللي هو مين الفيكسد اويل. طبعا في من الامثله على الليبيدز اللي هو الشموع النباتيه والفاتي اللي هي عباره عن ميكشر من الفاتي اسيد مرتبطه بكحول. الواكسز هي بتشكل الجزء الخارجي من الورقة، أحيانا بتلاحظ بعض الأوراق شكلها شمعي، وهذا طبعا بيساعد النبات إنه ما يتخلصش من يقلل من اللوس أوف ووتر، وهذا مهم جدا بالنسبة للنبات. هذا بنسميها الكوتيكايل أوف بلانت. ومادة الكايتين تعتبر نوع من أنواع الواكسز الموجود في الكوتيكايلار اللي هي اللي بتشكل الجزء الخارجي للورقة. هذه طبعا اللي احنا ذكرناها كانت هي عبارة عن اللي هو الليبيدز. في عندي الهيدروكربون سلفايدز، وهذا عبارة عن هيدروكربونز عادة بتكون موجودة بشكل غير شائع في النباتات، ومهمة بالنسبة للهيومان دايت، وبتحتوي على مواد كبريتية، وهذه موجودة عادة في الأونيون وفي الجارليك وكمان في الكبج، الشرايين كبج، وهذه أحيانا بتكون مسؤولة عن إيش؟ عن رائحة الأونيون لايك سميل الموجودة في الجارليك والموجودة في الأونيون. الآن هو المركب اسمه حمض أميني اسمه ألالين، موجود في الجارليك التومة، موجود في الأونيون، وطبعا هنا الكلام موجه للصبايا اللي حيصيروا ستات بيوت في المستقبل، إنه لما تجيب البصلة أو التومة الألالين هذا أنت عشان تحص تحوليه إلى ألسين. ايش يعني ألسين؟ يعني تشم ريحة الثومة او ريحة البصل، مجرد ما تعمل سلايسنج انك تخرطي البصل او الثوم هتلاحظ بتطلع ريحة تحت البصل او الثوم، واحيانا اللي بتأدي الى انه الدموع تنزل او في ناس بيستحملوهاش. هذه العملية عملية كيميائية بحتة، انه الألالين الموجود في الجارليك او في الأونيون تحول بعد ما انت عرضتيه للغلاف الجوي وتفاعل مع الاكسجين وكون حاجة اسمها الألسين المسبب للرائحة البصل أو رائحة الثوم، وهي عبارة عن مواد كبريتية ما نستهنش بها، هي اللي بتسبب الحالة العلاجية أو المواد الفعالة أو أنها بتسبب الأنتي بكتيريال إفكت لمين؟ للجارليك والأونيون. الكلام هذا اللي احنا حكيناه مهم جدا، تعالوا نقوله باختصار. الألسين إنه الموجر أودر برانسيبل أوف جارليك الألسين، والألسين كيف بينتج؟ بينتج من حمض أميني اسمه ألالين من خلال أنزيم الألانيز when exposed to air. يعني أنت بتعمل في التفاعل كيميائي في البيت، تجيبي أونيون وان أونيون وتخرطيها بالسكينة، وطبعا تعرضتيها للغلاف الجوي صارت عملية كيميائية أنك شميتي ريحة البصل. احنا فقط انه استفدنا انه شمينا ريحة البصل، بس سبحان الله هذه كيمستري، اتس ناتشرال كيمستري، كيمياء طبيعية، انه انت لما عملتي او سلايس اما خرطتيها عرضتيها للغلاف الجوي تفاعلت مع الاكسجين في وجود انزيم بفرز النبات اسمه الالانيز، تحول الالالين للالسن، وهذا الالسن هو اللي بسبب رائحة الاونيون ورائحة الجارليك. تمام. الالانيز when exposed to air in both laboratory، طبعا خصائص الألسن مهمة جدا، أثبتوا بأنه أنتي ديابيتك ويعتبر أنتي هايبرتنسيف، عشان هيك عم ننصح أنه ناكل الثومة بشكل مستمر في ناكل الثومة بشكل مستمر على في الصباح حتى تقينا من أمراض الضغط من أمراض القلب، لأنه it is anti hypertensive antibiotic طبيعي. hypolipidemic activities إله also، فايبروليتيك برضو مهم جدا بالنسبة له، وبيمنع اللي هو البليتليت اجريجيشن، وبحاول وبيساعد الجسم انه يقلل من وجود الجلطات في الجسم. عشان هيك احنا دائما الناس اللي كوقاية او احنا قلنا انه من خصائص النباتات الطبية انها بريفنتيف او بريفنتيف بلانتس، بتعمل وقاية انه قبل ما يصير المرض، انه الواحد ياكل مثلا جارليك واونيون او كثر في الفود او عفود الجارليك والاونيون بشكل كبير، لانه الاونيون والجارليك بيساعدوا الجسم على انهم يحافظوا على الجسم وعلى صحة القلب والضغط ويقللوا من عملية التجلط. هذا هو التفاعل الكيميائي اللي انتم شايفينه.
هذا عبارة عن آلة صناعها في التفاعل الكيميائي. إنه هنا في عندي one sulfur only، وهنا في التفاعل الكيميائي الألين هو عبارة عن odorless، ملوش odorless يعني إيش؟ ملوش رائحة، لأنه هو ما تعرضش للغلاف الجوي. هذا الأودرليس ألين تعرض للغلاف الجوي في وجود الألانيز، تحول لهذا الكيمستري، صار في عندي أس وأس، وصار عندي الألسن. طبعا هذه المعادلة محفوظ مطلوب حفظها كاملة بالكيمستري عشان تكون واضحة بالنسبة لنا، إنه الألين هو عبارة عن أمينو أسيد، وهو أودرليس أمينو أسيد في وجود الأكسجين والألانيز بتحول للألسن. اللي بقت الخصائص العلاجية ل اللي هو الجارليك والأونيون. طبعا في عندي الفيكسد اويلز، والفيكسد اويلز قلنا وحكينا ان هي عبارة عن ليبيدز، وهي تعتبر برايمري ميتابولايتس، وموجودة في النباتات وخاصة في السيدز زي ما قلنا. بدناش تفاصيل كتير في هاي السلايد، اكتر بانه الفيكسد اويلز انها بتتكون من فاتي اسيد. اذا الفيكسد اويلز من ايش بتتكون؟ من فاتي اسيد هيدروكربون تشين ويذ اميثايل CH3 group at one end وكربوكسيل group at each at the other end. هذا طبعا هو بالنسبة لمين بتكلم؟ للفاتي أسيد. وهذا مهم جدا، الفيكسد أويلز زي زيت الزيتون، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، هذه كلها عبارة عن فيكسد أويلز بنستخلصها من السيدز. في المحاضرة القادمة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن السكندري ميتابولايتس، وهنبدأ بمجموعة الفينول كومباوند. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.